السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم بلا حدود في الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود الذي نفتح من خلاله لمشاهد الجزيرة آفاقا واسعة للحوار مع ضيوف البرنامج من سياسيين وصناع قرار ومفكرين وخبراء في مجالات الحياة المختلفة مئة عام فصلت بين المؤتمر الصهيوني الأول الذي ترأسه تيودر هيرتزل في مدينة بازل السويسرية عام 1897 والمؤتمر الصهيوني الثالث والثلاثين الذي عقد في مدينة القدس في ديسمبر عام 1997 بمناسبة مرور مئة عام على مؤتمر بازل لكن ثمة فوارق واسعة بين المؤتمرين فالمؤتمر الأول ضم كل زعماء الحركة الصهيونية وكبار مؤيديها وحمل مشروع الدولة التي بشر هيرتزل بقيامها على أرض فلسطين خلال خمسين عاما أما المؤتمر الأخير فقد تغيب عنه حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما تغيب معظم المندوبين الصهاينة وسيطر الخلاف والصراع على الحضور مما جعل كثيرا من المراقبين ينظرون إليه على أنه بداية أفول نجم الحركة الصهيونية الدعامة الأساسية للدولة اليهودية لكن ثمة رؤى أخرى من أبرزها الرؤية التي يقدمها ضيف الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود الدكتور عبد الوهاب المسيري بعد 26 عاما قضاها متفرغا لدراسة الحركة الصهيونية وكتابة أحدث موسوعة عن اليهود واليهودية والحركة الصهيونية ولا تكمن اهميه موسوعه المسير التي صدرت قبل ايام في القاهره واثارت ردود فعل واسعه النطاق في الحياه الثقافيه والفكريه من كونها اول موسوعه تكتب عن اليهوديه والصهيونيه من شخص غير يهودي او صهيوني وانما تكمن اهميتها الاساسيه في الرؤيه الجديده التي يقدمها المسير عن اليهوديه والصهيونيه تلك الرؤيه التي احدثت صدمه بين دعاه الصهيونيه واعدائها على حد سواء فقد تلقى الدكتور المسيري 13 تهديدا جديا بالقتل من حركة كاخ الصهيونية المتطرفة حتى يكف عن مواصلة العمل في الموسوعة مما جعله يعيش تحت الحراسة طوال سنوات عمله الأخيرة فيها أما أعداء الصهيونية فقد اتهموا الرجل بالتقليل من شأنها وطلبوه بإيقاف نشر الموسوعة وسعوا لدى, لدى جهات عديدة من أجل إيقاف صدورها لكن محاولات كلا الطرفين باءت بالفشل وفي هذا الحوار نحاول ان نتعرف على طبيعه الحركه الصهيونيه ومستقبل الدوله اليهوديه وذلك من خلال تفسير جديد ورؤيه جديده ربما يكون لها اثرها في اعاده رسم محاور الصراع العربي الاسرائيلي ومسيره التسويه القائمه وربما يكون اثرها عكس ذلك ولمشاهدين الراغبين في المشاركه في الحوار يمكنهم الاتصال بنا على الارقام التاليه صفر أو 88-88-41 أو 42 أما رقم الفاكس فهو 885-999 مرحبا بك دكتور عبد الوهاب أهلا بك أهلا منذ أول احتكاك لك بالحركة الصهيونية في عام 63 حينما كنت تدرس في الولايات المتحدة وأنت اتخذت موقفا عدائيا من الحركة الصهيونية في الوقت الذي يؤكد فيه دعاة الصهيونية على انها حركه حضاريه دينيه تهدف الى الارتقاء بقيم الانسان والى اقامه مشروع يهودي غير معاد للاخرين. لماذا تعاد الحركه الصهيونيه وما هي الاسباب التي دفعتك ان تقف طوال 36 عاما في وجهها بهذه الصوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع اول احتكاك لي اثار تساؤلات. وكان لابد ان اجيب على هذه التساؤلات بمعنى اني سالت هذه الزميله ما اسمك؟ فقالت اسمها فسالتها ما ما جنسياتك؟ فقالت ديانتها يهوديه وقالت انت لا تفهم الديانه هي الجنسيه في اليهوديه. في هذه اللحظه وانا اعرف تماما معرفة انهم يفصلون الدين عن الدوله في الغرب اندهشت قليلا وحاولت الاجابه. في اثناء محاولتي هذه طبعا شعرت بالخطر الذي يتهدد هذه الامه ويتهدد بالذات مصر في هذه العمليه فمحاوله الاجابه قد يكون هناك دوافع شخصيه وذاتيه لكن في نهايه الامر ما حاولت انجازه في الموسوعه وفي كتاباتي الاخرى هو ان افسر ان اقدم تفسيرا للصهيونيه، تفسير يتجاوز الادعاءات الصهيونيه فيجب ان نتذكر ان جميع الحركات الفاشيه لها شعارات انسانيه، يعني م. حتى النازيه كانت تتكلم عن توحيد اوروبا وعن المستقبل الانساني الالي وهكذا، واسمي هذه الديباجات او الاعتذاريات، ويجب ان ننحيها جانبا والا نخلط بين الاعتذاريه والدبقه وبين واقع الحركه لكن هم ايضا عفوا دكتور هم يؤكدون ايضا انا لا ادري ما هو السبب الذي اثار عندك كل هذه المخاوف من مجرد اجابه تلقيتها من واحده قالت لك حينما سالتها عن عن, عن قوميتها او عن جنسيتها فقالت انها يهوديه في الوقت الذي يؤكد فيه كل دعاة الحركه الصيونيه في ادبياتهم ان الحركه الصيونيه هدفت بالدرجه الاولى الى ان يكون هناك تعايش بينها وبين العرب في فلسطين ولكن العرب هم الذين حاربوها وهم الذين بداوا العداوه معها كيف نوازن بين هذين لا يمكنها ان تتعايش فالوجود الصهيوني في فلسطين يعني الغياب الإسر... الغيوب الصهيوني يعني الغياب الفلسطيني هذا ما عرفه آ... دعاة او من قاموا بالحروب الفرنجه، هذا عرفه ايضا الجيب الاستيطاني في الجزائر، الجيب الابيض في جنوب افريقيا، وفي نهايه الامر الصهاينه، ولذلك الشعار الاساسي ارض بلا شعب هذه لم يكن من قبيل العبث وانما كان يعني تماما ان هذه الارض يجب ان تخلى من شعبها، م. هذا هو طبيعه النظام الاستيطاني ان كان هناك من الصهاينه من طرح شعارات سياسيه انسانيه وان كان هناك من امن بهذا فهذا من قبيل خداع الذات او خداع الاخر بمعنى انه لابد ان هناك بين الجنود الحروب الفرنجه التي يطلق عليها الحروب الصليبيه لابد انه كان هناك من صدق انه قد جاء ليعلي رساله السلام والمحبه في الشرق الاوسط وفي العالم العربي وبهذا من هذا المنظور قام بذبح الاخرين الجنود الامبرياليين البريطانيين حينما كانوا في مجاهل افريقيا ويقومون بذبح الافريقيين لابد وانهم كانوا يدافعون ايضا عن عبء الرجل الابيض فكانوا يصدقون ذلك م. فيجب باستمرار في دراستنا لاي ظاهره سياسيه وبالذات الظواهر الاستيطانيه ان نميز بين الديباجات وبين البنيه التي تنشا ويجب ان اشير الى ما يلي م. ان كثير من الصهاينه الذين ذهبوا الى فلسطين فوجئوا بوجود الفلسطينيين وهجر بعضهم مرة أخرى إلى بلده اللي كانوا يتوقعوا دولة نظيفة من الأعراق كلها إلا العرق الإسرائيلي والعرق الصهيوني يبدو طبعا ويبدو يعني ألم, ي... ألم ي... ألا يتابعوا الأحداث ألا, ألا يشاهدون الأخبار طبيعة الخطاب الغربي في نهاية القرن التاسع عشر في بداية القرن العشرين كان يتجاهل شعوب آسيا وأفريقيا تماما مم. ولذلك بنجد أن وعد بلفور يشير إلى الجماعات غير اليهودية التي في فلسطين مم. أي أنه أشار إلى ما يزيد عن 90% من عدد السكان في ذلك مثلما أقول مثلا الجماعات غير القطرية في قطر و... 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 وفي نهاية الأمر هنا شعب قطر هو صاحب هذه الأرض هناك من يختلف معك عفوا في هذا الطرح ويقول ان اتفاقات السلام الان التي وقعت بين العرب واسرائيل والتعايش القائم بينها وبين بعض جيرانها الذين وقعت معهم اتفاقات بينها وبين الفلسطينيين انفسهم الذين وقعوا اتفاقات معهم ويتعايشون الان داخل الدوله ويستعدون لاعلان الدوله الفلسطينيه في شهر مايو القادم كموعد مقدس كما اعلن رئيس السلطة الفلسطينية يقولون بأن مثل هذه الأطروحات التي تطرحها الآن أصبحت أطروحات قديمة وعاف عليها الزمن كان يمكن أن تقبل في الستينات كان يمكن أن تقبل في أوائل السبعينيات أما الآن فأين موقعها من عمليات السلام القائمة؟ في الواقع وأنا أكتب الموسوعة هذا ما أخبرنيه الأصدقاء أو بعض الأصدقاء في السبعة وسبعين مع كامب ديفيد م. ثم أخبرت بهذا بعد في اوسلو وفي مدريد وفي واي بلانتيشن كانوا دائما يخبروني ان اتوقف م. عن الكتابه لكن صبره وشتيله مثلا اثبتت صدق توقعاتي ثم هناك الانتفاضه الفلسطينيه ثم هناك الحرب القائمه في جنوب لبنان وهكذا ثم هناك رئيس جمهوريه مصر الان قبل ان اتي الى هذا المكان كنت اشاهد التلفزيون وقال رئيس الجمهوريه انه منذ ما يقرب من ثلاثه اعوام تقريبا لم يحدث اي شيء على الجبهه الفلسطينيه الاسرائيليه لكن دي سياسه كما يقال دكتور يعني عوامل السياسه اليوميه التعامل السياسي اليومي المتغير مع اليهود كما يقول انصار السلام هو تعامل يخضع للمعطيات الانيه هل ترى ان هناك ثوابت أساسية لا يمكن لدى الحركة الصهيونية كمتخصص فيها لا يمكن أبدا أن تتغير مع التغيرات السياسية اليومية الواقعية في الأحداث نعم، في الموسوعة في الجزء السابع وهي موسوعة من ثمانية مجلدات، في المجلد السابع هناك مدخل يسمى الإجماع الصهيوني. حاولت فيه أن أجد ما هي حدود هذا الإجماع، مم. فوجدت مثلاً إيمانهم بأن فلسطين هي إسرائيل. ده حد أدنى، مم. وأن الحق الاسر... اليهود في هذه الأرض مطلق. وبالتالي حق الفلسطينيين فيها عرضي. من آ... الذي عبر عن هذه المفاهيم؟ جميع الصهاينة بدون استثناء هم. يعني سواء في اليمين أم في ما يسمى اليسار وفي الوسط الجميع يؤمن بالحق المطلق لليهود في هذه الأرض وكما قال منحن بيجن لسكان إحدى الكيبوتسات الاشتراكية هم. قال لهم إن كانت هذه فلسطين وليست إسرائيل فلا يحق لكم أن تكونوا موجودين يجب على هذه الأرض أن تكون إسرائيل وهذه هي طبيعه لكن, لكن هل تتوقع ان ان الاسرائيليين او الصينيين سوف ينجحوا في تحقيق هذه المفاهيم في ظل استمرار بقاء عرب 48 داخل فلسطين 48 واستمرار ايضا وجود الفلسطينيين في غزه والضفه الى هذا الوقت واستمرار الصدام اليومي الموجود هل يمكن لهذه الاشياء الموجوده التي تقول ان كل الصهاينه بدون استثناء اقروها ان تتحقق أنا طبعاً من المؤمنين أن الدولة الصهيونية ستذوى لكن كيفية اختفائها هذه مسألة تتوقف على ظروف تاريخية لا يمكن أن أتنبأ بها فمثلاً هناك كما أقول دائماً نموذج جنوب أفريقيا وهو قد اختفى الجيب الاستيطاني تماماً دون إبادة دون مذابح دون تكلفه بشريه باهظه بعد جهاد من جانب الشعب او الشعوب السوداء هناك في نهايه الامر تنازل وهزم الجيب الاستيطاني الابيض هناك وسلم مقاليد الامور للاغلبيه السوداء. ولا يزال البيض هناك في بقايا الجيب الاستيطاني هناك جزء من الاقتصاد الجنوب افريقي بل يقال انهم ان بعضهم قد سيطر على بعض قطاعات الاقتصاد مثل هذا النموذج اعتقد انه نموذج يجب ان يحتذى في داخل لكن ال... هناك فوارق دكتور بين جنوب افريقيا والجيب والوضع والاغلبيه السكانيه السوداء وهناك فرق الان بين ما يحدث في فلسطين والاغلبيه اليهوديه التي تغلب على الجانب الفلسطيني دعني ايضا اسالك عن نقطه مهمه جدا يعني ربما يعني عنوان الموسوعه يدل عليها وهي اليهود واليهوديه والصهيونيه، هل ترى ثمة فوارق بين الثلاثة؟ نعم نعم يعني في نهاية الأمر الموسوعة تحاول أن تميز بين اليهود واليهودية كيف جما... بإيجاز؟ اليهود هذه جماعات موجودة في أنحاء العالم تتأثر بالمجتمعات التي فيها، أما اليهودية فهي عقيدة ذات معيارية وتختلف من عصر إلى عصر لكن اين هنا مفهوم الشعب اليهودي؟ اه انا لا طبعا ارى ان مفهوم الشعب اليهودي هذا من ضمن الدباجات والاعتذارات الصهيونيه الاوهام الايديولوجيه لكن واقع دكتور في 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 اسرائيل او في فلسطين الان الواقع هو وجود شعب يهودي بغض النظر عن الاختلافات الموجودة لكن استطاع اليهود أن يجمعوا هؤلاء ش... يعني هذا الشتات من العالم ويقيموا دولة الآن كيف أما, بس... أما تصطدم الآن يعني ما تطرحه أما يصطدم مع واقع موجود يؤمن به الكثيرون حتى لو كان هناك شعب واحد في إسرائيل فهو شعب إسرائيلي وليس شعب يهودي بمعنى أنه مختلف في جوهره عن يهود هذا الراحة أيضا الراحة. هذا أيضا يدخل في إطار اختلاف المفهوم أو التفسير نعم. عن من هو اليهودي من هو الإسرائيلي من هو الصهيوني وفي داخل إسرائيل نفسها هناك صراع بين العلمانيين والدينيين وداخل الدينيين نفسهم هناك صراع بين الارثوذكس من جهه والاصلاحيين والمحافظين من جهه اخرى، بالامس فقط على التلفزيون كان هناك اه احتجاج من جانب الارثوذكس على اليهود الاصلاحيين الذين رسموا امراه حاخام، هذا غير معروف على الاطلاق في اليهوديه اه فهنا يوجد عده يهوديات تتصارع ثم هناك الصراع الشرقي والغربي، م. هناك الان العنصر الروسي الذي جاء، هناك عنصر الفلاشه، ولذلك كما قال يوري افنيرا بعد مرور خمسين عام لا تعرف هذه الدولة هويتها؟ هل هي دولة الاسرائيليين ام دولة يهود العالم؟ كما لا فشلت في تعريف من هو اليهودي. فان نتحدث عن هذا باعتباره شعب يهودي أعتقد طب ما هو اذا اذا كان اليهود فعلا الى الان من خلال المعطيات فشلوا في تعريف من هو اليهودي. من هو اليهودي في تصورك انت بعد 36 عاما من البحث والدراسه في اليهوديه والصهيونيه، هل تستطيع ان تعرف لنا من هو اليهودي؟ انا اسقطت كلمه يهود تماما من مصطلحي واستخدم بدلا منها مصطلح الجماعات اليهوديه في صيغه الجمع. ما الفرق بين المصطلحين؟ اليهود كلمه يهود بتعني ان هناك كتله واحده متماسكه تسمى اليهود. يعني لهم صفات تميزهم عن الاخرين. م. انا بحثت عن هذه الصفات فلم أجدها. وهذا هو سبب أنهم يسألون من هو اليهودي في مقابل ذلك وجدت أن كلمة جماعات يهودية لحد ما لها مقدرة تفسيرية عالية وهي أنني يمكن هنا أن نتحدث عن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وأن أدرسها في سياقها الأمريكي والجماعة اليهودية في إثيوبيا وأدرسها في سياقها الإثيوبي والجماعة اليهودية في مصر وأدرسها في سياقها المصري وإن فعلت ذلك سأفهم الكثير والكثير بينما لو تحدثنا عنهم باعتبارهم يهود والسلام كما يفعل آه بعض الصهاينة كما مم. يفعل بعض المعادين للسامية إذا إذا سقطت في هذا فالمقدرة التفسيرية لهذا المصطلح ضعيفة للغاية لأنني سأحار في سأحتار في هذه الحالة لأن أرى كيف يتحدث يهود الولايات المتحدة الإنجليزية بينما يتحدث يهود اثيوبيا دكتور المهيرين. هذا هذا عفوا اسمح لي هذا يخالف كثير من او معظم الاطروحات الموجوده الان التي تفسر الواقع الموجود ايضا بالنسبه للصهاينه اذا انت تفسره تفسيرا مغايرا الكل يرى ان هناك لوبيات واللوبي اليهودي في الولايات المتحده يكاد يكون متفق على اشياء اساسيه ويلعب دور خطير في صناعه القرار في اتجاه اسرائيل وهذا الطرح الذي تطرحه ربما يخالف قضيه اللوبيات قضيه المؤامرات وما تصاغ وغيرها من الامور أنت الآن اطروحاتك افتراضيه في مقابل اطروحات واقعيه موجوده يتعامل معها الناس ويحاولون تفسيرها لما تسمي اطروحاتي انا افتراضيه هو اقتراحاتهم افتراضات اقتراحاتهم اه 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 ايضا افتراضيه وعلينا ان نختبر هذه الاطروحات بالواقع نفسه كيف يعني ساضرب امثله نعم. القضاء على محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر عام 1840 قبل المنتصف قليل حلفت أوروبا بأسرها ضد محمد علي دون أن يكون هناك لوبي يهودي أو صهيوني مثلا الولايات المتحدة قضت على ألاندي المنتخب شرعيا في شيلي ونصبت بينوشيه هذا المجرم بدلا منه دون أن يكون هناك لوبي شيلي في مقابل ذلك حينما كان دوكاكس قد رشح نفسه للانتخابات وسئل المتحدث الرسمي التركي عن ماذا سيحدث إن كان هناك رئيس جمهورية أمريكي صاح له إثني خلفية إثنية يونانية قال المسألة في نهاية الأمر مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية وبالتالي الخلفية الإثنية لرئيس الجمهورية لا تهم على الإطلاق أطرح أيضا المثال التالي الفرق بين يهود ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر ويهود إنجلترا مم. يهود المانيا كانوا كثره عدديه نعم آه كان اللغه الاساسيه للحركه الصهيونيه هي الالمانيه مم. الرئاسه بتاعة الحركه الصهيونيه موجوده آه في المانيا مم. يهود اليديشيه اليديشيه هي لغه المانيه نعم, نعم. آه كل هذا في مقابل يهود انجلترا المعادين للصهيونيه اثرياء آه 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 لكنهم قله قليله وهكذا دكتور عفوا ورغم ذلك مم. اسمح لي صدر وعد بلفور من انجلترا ولم يصدر في المانيا ولا يمكن تفسير هذا الا في اطار المصالح الاستراتيجيه الانجليزية. لكن آه يعني نشر قبل ايام فقط ان بلفور امه يهوديه بولنديه وكان يخفي هذا حتى كشف بعض الباحثين مش بلفور هم قالوا احد المسؤولين عن وعد بلفور لان بلفور نفسه من الارستقراطيه الانجليزيه وحضرتك يعني اكدت في الموسوعه كما اطلعت انا على بعض اجزائها على ان هو كان يريد ان يتخلص من اليهود وان هذا نعم. يدخل في اطار الاستراتيجيه الغربيه وهذا ايضا يا دكتور يدخلنا في, في في محور هام للغايه نريد ان نستوضحه ايهما يوظف الاخر؟ هل اسرائيل هي التي توظف الغرب لمصالحها والولايات المتحده كما هو ظاهر الان من خلال اللوبيات اليهوديه الموجودة في الولايات المتحدة والموجودة في اوروبا الان والتي استطاعت ان تقيم دعاوى في في سويسرا وتاخذ اموال والان تهدد المانيا وتاخذ منها اموال منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الان وفي فرنسا ما قامت به وما تفعله من يوظف الاخر؟ الغرب يوظف اسرائيل ام اسرائيل هي التي توظف الغرب الآن؟ في نهاية الامر انا بعتقد ان الامبرياليه الغربيه هذه امبرياليه ضخمه لها مؤسسات ولها طرق لصنع القرار وتشكلت هذه الاستراتيجيه في منتصف القرن التاسع عشر حينما ظهر اليهود كلاعبين في السياسه الدوليه في اواخر القرن التاسع عشر كان الاستراتيجيه تشكلت وكان الفكر الصهيوني ايضا قد تشكل على يد غير اليهود، وهذه مسألة هامة لابد من ذكرها ان الفكر الصهيوني ليس كش... ذكرها وانما توضيحها ايضا نعم وهو هيف. كذلك آه يا انا بقى ازعم في الموسوعة التي كتبتها ان الفكر الصهيوني بقده وقضيده قد تشكل في كتابات لورد شافتسبري ولورنس اوليفانت الصحفي الانجليزي وهذا وكلاهما معادي <applause> لليهود لانه في نهايه الامر الصهيونيه هي المشروع الذي يهدف الى تخليص اوروبا من اليهود وتحويلهم ونقلهم الى بلد اخر وكما قلت تحويلهم الى جماعه استيطانيه ما هي الجماعه الوظيفيه؟ ازعم ان الجماعه الوظيفيه احد المفاهيم التي طورتها في الموضوع هي جماعه عاده يستوردها المجتمع من خارجه او يجندها من داخله و يعهد إليها بوظيفة معينة ويعرفها في ضوء هذه الوظيفة والمثل على ذلك دائما هو المماليك أرى مم. أن المماليك جماعة قتالية عرفت في ضوء وظيفتها ولذلك حتى كلمة مملوك نعم. يمكن أضرب أمثلة أخرى على الجماعات الوظيفية لكن لا داعي لأن أصيب المستمع نعم. بالملل نعم. بعتقد أن اليهود أو الجماعات اليهودية في الغرب كانت جماعات وظيفية عهد إليها بوظيفتين أساسيتين م. التجارة والربا إيه لكنها أصبحت جماعات هل عهد إليهم ولا هم اللي تخصصوا في هاتين الوظيفتين إيه في علم الاجتماع لا يمكن أن نتحدث عن إرادة هو التشكيل الاجتماعي نفسه م. قد قد حولهم إيه إلى جماعة وظيفية إيه لأن أكبر دليل عن المسألة ليست مسألة مغروسة في طبيعتهم أنهم في المجتمعات الإسلامية إيه لم يتحول بعضهم لم يتحول إلى جماعة وظيفية أه بينما نجد أن بعض المسلمين قد تحول إلى جماعات وظيفية في أفريقيا فالمسألة مم. ليست مرتبطة بالطبيعة الخاصة لليهود وإنما مرتبطة بوضع اجتماعي معين أه حينما أصبح الجماعات، أصبحت الجماعات اليهودية جماعات وظيفية بلا وظيفة كان على الغرب أن يجد لها حلا، المساله اليهوديه في طب... في جوهرها هي مساله الجماعه الوظيفيه التي اصبحت بلا وظيفه، الغرب قرر ان ينشئ وظيفه جديده لهذه الجماعات وهذه الوظيفه هي الوظيفه الاستيطانيه م. ان يؤسس لهم دوله في فلسطين تصبح هذه الدوله قاعده للمصالح للاستعمار الغربي تدافع عن المصالح الغربيه نظير أن يدافع الغرب عن أمنها، وهذه هي العلاقة التعاقدية الموجودة بين الدولة الصهيونية الوظيفية والعالم الغربي. دكتور حضرتك بكده يعني عفوا يعني بتدخل في حاجتين أساسيتين. أولاً بتلغي قضية الدين عن الدولة اليهودية القائمة الآن في إطار تحويلها إلى إطار وظيفي. الثاني هو أنك بتلغي نظرية المؤامرة اللي بتقوم عليها معظم المفاهيم العربية وحتى ربما غير العربية بالنسبة للدور اليهودي أو للدور الصهيوني في الغرب وفي إسرائيل. نعم نظرية المؤامرة ليست بنظرية وإنما هي إشاعة <applause> آه، وهي مسألة بسيطة يعني أنك حينما تقول أن اليهود مسؤولين عن كل شيء فقد عفيت نفسك من مسؤولية التفكير من مسؤولية البحث من مسؤولية محاولة تزويد العقل العربي بخريطه تفصيليه لما يحدث، م. فالفك فنظريه المؤامره هي محاوله للهروب من التفكير، محاوله للهروب من الاجتهاد وبالتالي من الجهاد، لان كما اقول ان كان اليهود فعلا قد تحكموا في العالم باسره فيجب الا نحارب ضد الشيطان، انت تحارب فقط ضد البشر ولا تحارب ضد الشيطان، فان كان اليهود بشر وهذا ما اسعى الى القيام به في موسوعة نحولهم إلى بشر لكن البشر يمكن أن يقوموا بمذابح بالظلم أن يقوموا بالشر جزء من البشر بمعنى أننا نحن نقول اليهود يتصور البعض أنني بذلك قد برأته لا أنا أحاول أن أجعل منهم ظاهرة اجتماعية تاريخية يمكن التعامل معها وفي اطار التعاون معها يمكن التعاون معها سلما وحربا، فمثلا يعني جنوب في جنوب لبنان يتعاملون معها مم. الانتفاضه تعاملت معها، تعاملت معها بان قامت بالجهاد ضدها. انا تعاملت معها بالاجتهاد كتبت هذه الموسوعه من ثمانيه مجلدات في ربع قرن كي اعطي القارئ العربي والصانع القرار العربي خريطه تفصيليه لهذه الظاهره اليهوديه والي... والاسرائيليه والصهيونيه عفوا دكتور انا يعني ما اود ان انا اقطعك بس حضرتك الان بتلقي كثير من المفاهيم التي ربما تصدم العقل العربي الذي يعني منذ عده عقود او منذ بدايه الصراع العربي الصهيوني وهو له مفاهيمه الخاصة التي يتابعها من خلال هذا الواقع من السهل أن مشاهد بسيط الآن يقول لك دكتور إحنا في عصر العولمة اليهود يسيطرون على الاقتصاد العالمي ويوجهوه في ظل أيضا الجماعة الوظيفية الموجودة الآن اليهود يسيطروا على المناصب الرئيسية في الإدارة الأمريكية الآن ويوجهونها أيضا بما يخدم مصالحهم اليهود في ألمانيا الآن أصبح لهم نفوذهم وتأثيرهم حتى على صناعة القرار في سويسرا في فرنسا في كل هذه الأماكن بتوجه الوضع حتى في الاتحاد السوفيتي مؤخرا حتى كان هناك رئيس وزراء يهودي كل هذا يعني هل كل هذه الأشياء هي وليدة الطبيعة المجتمعية أو طبيعة المجتمعات أنها أبرزت اليهود بهذا الشكل أم أن هناك مؤامرة هناك تخطيط هناك ترتيب أولا حينما نتحدث عن اليهود بشكل عام فنحن نفشل في فهم يعني يهود الولايات المتحده مختلفين بشكل جوهري عن يهود اثيوبيا وعن يهود روسيا وعن يهود الهند وبالتالي انا اسمي مثلا يهود الولايات المتحده اليهود الجدد لان هؤلاء لم يمارسوا عدائد الساميه لم يمارسوا مساله الحياه في الجيتو لم يمارسوا التركز السكاني بمعنى انها تجربه جديده جدا ويجب ان ناخذها في الاعتبار <applause> آه وبالتالي حينما يحدث اليهود ترقي وحراك اجتماعي نعم. فهل هم مختلفون عن أقليات الأخرى أم أن هذا جزء من كونهم أقلية في مجتمع ديمقراطي يسمح لهم بالحركة أنا أشبه اليهودي في المجتمع الأمريكي بالموظف في المؤسسة ما إن نجح هذا الموظف في خدمة المؤسسة فإنه يترقى لكنه لو وقف ضد مصلحة المؤسسة فإنه يرفض ومن ثم أطرح السؤال التالي هل توجد لاسرائيل مصالح مختلفة عن المصالح الغربية؟ هل لو اختفى اسرائيل واختفى اليهود من على وجه الارض، هل ستتغير الاستراتيجية الغربية؟ قد تتغير درجة أو درجتين، لكنها ستظل في عدائها للعرب وفي عدائها للإسلام لسبب بسيط وهو أن الغرب مثلا يعيش على الطاقة الرخيصة أه ونحن نرى ماذا يحدث في البترول. نعم. أه نحن تصور لو حدث في العالم العربي والعالم الاسلامي نوع من انواع الوحده والكتله الاقتصاديه المتماسكه هذا يعني ان السوق الغربي ايضا سينحسر، هذا يعني ان موقفنا التفاوضي سيتحسن أه ف قد نجحوا في ان يجعلوا مشروعهم الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري. الغربي، وسالت مره السناتور ابو رزق نعم لو اختفى ال... جيمس ابو رزق نعم م. هل لو اختفى اسرائيل واليهود من وجه الارض، هل سيغير هذا من السياسه الامريكيه؟ م. فكانت اجابته ظريفه جدا، قال انه لا يتخيل العالم بدون اسرائيل بدون... فلم يجب على السؤال لكن الصمت احيانا يكون ابلغ من الكلمات نفسها انا عندي ضغط شديد من المشاهدين والرسائل فاكس كثيره وصلت لكن قبلها اريد باجازه دكتور من هو اليهودي من هو الصهيوني من هو الاسرائيلي هل ثمه فوارق اساسيه بين التعريفات الثلاثه نعم من هو اليهودي سافشل في تعريفها لانهم فشلوا في الدوله اليهوديه لان الشريعه اليهوديه نفسها وضعت تعريف مبهم لليهودي انه م. من يؤمن باليهوديه ومن ولد الام من يهودي فهل معنى ذلك الملحد يصبح يهودي م. الاجابه اجابه الشريعه اليهوديه نعم آه وبالتالي بنجد هنا ابهام م. لان التعريف هنا تعريف آه عقيدي وعرقي في م. نفس الوقت، م. على عكس الديانه الاسلاميه او الديانه المسيحيه لا يمكن لانسان ان يكون ملحد ومسلم او ملحد م. ومسيحي م. آه ان امنت امنت وان كفرت كفرت. فنتيجه لذلك نحن نتحدث عن اليهود المتدين واليهود الإثني واليهود الملحد وفي داخل هذا توجد عشرات التشكيلات يهودي اصلاحي ويهودي ارثوذكسي ويهودي محافظ يهودي سفاري يعني يهود سنضيع السفاري. في تعريفات من هو نعم اليهودي قبل نعم. من هو الصهيوني الصهيوني هو من يؤمن بالايديولوجيا الصهيونيه سواء كان يهوديا ام غير يهودي يعني فعلا ادعاء وجود 40 مليون امريكي انجيلي صهاينه ممكن ان يكون صحيح مسيحي وصهيوني في نفس الوقت؟ ممكن بالعكس انا ارى ان الحركه الصهيونيه قد تاسست على يد مفكرين غير يهود معادين لليهوديه وذكرت اسم. من هو الاسرائيلي؟ اشكاليه اخرى لاننا مثل اليهودي تماما بنجد ان الاسرائيلي هل هو الذي ولد في اسرائيل ام ان ال ال الف روسي الذين هاجروا واستقروا في اسرائيل هم أيضا وماذا عن اليهود من اصل مغربي واليهود من اصل عراقي؟ سندخل فيما اسميه في موسوعتي الان التركيب الجيولوجي، في التركيب الجيولوجي بتجد طبقه الى جوار انت كده بتفكك يعني بتفكك اليهود، تفكك الصهيونية، تفكك الاسرائيليين، هل تقول لي وأعيد تركيبها وأغ... بطريقة تت... هل هناك من اتفق معك فيما تطرحه؟ يعني بعض الكتابات العربية اعتقد انها قد اتفقت معي بشكل جزئي لعلني أنا قمت بهذا العمل الموسوعي لمده ربع قرن يعني انا سابق في هذا الامر انني جمعت كل هذه الامور وحولت بعض الـ الـ الاشراقات الهامشيه الى آه اطروحات ذات طابع تفسيري مركزي بمعنى انه مثلا التركيب الجيولوجي هذا بتجد في بعض كتابات حبيب القهوجي آه هذا الكلام في كتابات الدكتور اسعد رزوق كتابات جمال حمدان آه فانا اخذ كل هذه الاطروحات وحولتها لكن ايضا اعداء الصهيونيه اتهموك بانك بسطت الحركه الصهيونيه ومن ثم آه يعني فتحت لها آه المجال الى انها انك خدمت الصهيونيه بهذه الموسوعه ولم يعني تكن ضدها هناك من يبسط الأمور ويرى ذلك أنا بعتقد أننا بعد أن وضعت الخريطة التفصيلية للصهيونية فأنا لم أخدم أحد سوى الإنسان العربي والحقيقة بمعنى أنه أعتقد أن كثير من الصهاينة واليهود بعد أن يقرأوا موسوعاتي سينظرون ويحاولون التجاوز يعني هز... أنت تعتقد التهديدات التي وجهت إليك من الصهاينة يمكن أن تتطور بعد ان يقراوا الموسوعه ويعتبروك فعلا الان ساهمت او بتساهم في معاداه الصيونيه والساميه بشكل اساسي انا غير معادي لليهود دي مساله يعني صارمه انا انادي بان بالدفاع عن حقوق اليهود في اوطانهم يجب ان نتذكر ان اليهودي الذي يحرم من حقوقه في وطنه يتحول الى مستوطن صهيوني. لكن يعني انت تعادي الصهاينه؟ اعادي الصهيونيه بمعنى انها ليست كراهيه وانما قمت بعمليه دراسه للكيان الصهيوني ووجدت انه كيان استيطاني احلالي فانا اعاديه مثلما اعادي جنوب افريقيا النظام الابيض مثلما اعادي النازيه ليس بنفس الدرجه ولكني اضع كل هذه الحركات في نفس الاطار وفي نفس السياق. اسمح لي اخذ بعض المداخلات، الاخ سعيد دودين من برلين. آه، نعم شكرا، في الحقيقة أنا لا أتفق مع الدكتور عبد الوهاب المسيري فحسب، آه، بل أحب أن أؤكد أن هذا البرنامج هو بداية لحوار علمي حقيقي حول أبعاد الصهيونية، فالصهيونية كما أراها هي جزء من مخطط هيمنة أقدم من فكرة الصهيونية. م. الصهيونية كفكرة كبنية سياسية كبرنامج سياسي كعدة شركات استعمارية اتبلورت بعد اجتياح المشرق العربي لضرب قوات محمد علي والحيلولة دون اي نوع من الاستقلالية السياسية في المشرق العربي لانه هذا الاستقلالية كانت تحول دون تنفيذ مخطط الهيمنة الاستعماري في المشرق العربي م. من توحيد فقط من توحيد هذه الشركات الاستعماريه في مؤتمر بازل م. تطورت اول شركه استعماريه متعدده الجنسيات في الاطار السياسي للمنظمه الصهيونيه العالميه. م. بحب أن الفت نظركم انه هرتسل اللي هو ساعي بريد فقط كان رفض فكره الاستعمار الصهيوني في فلسطين وانه تبنى هذه الفكره فقط بعد ان ذهب الى باريس وحاول التطفل على مائدة روتشيلد م. وكتب مشروع استعماري مقدم إلى آل روتشيلد لأن روتشيلد كان يملك أول شركة استعمارية في فلسطين ألا وهي الأليانس اونيفيرسيل دي إسرائيل وكتب هذا المشروع الذي نشر تسع أشهر بعد تقديمه إلى آل روتشيلد تحت عنوان دولة اليهود قوة الحركة الصهيونية هل يمكن أن توجز يا أخ سعيد؟ أخ سعيد يمكن أن أنا توجز؟ بحاول أ... أ... بس أرجوك اسمع أنا ب... أنا تشرفت بمعرفة الدكتور عبد الوهاب المسيري في المؤتمر الفكري حول الصهيونية اللي شاركت فيه وهذه بالنسبة إلي فعلا بادرة إيجابية جدا فأرجو أن أطرق بس لفقرة ل... أ... حول الصهيونية والنازية لأنه هاي مهمة لو جدا أ... نعم في عام 1932 حصل الصهاينة في انتخابات الجالية اليهودية في ألمانيا على 1.68% أقل م. من 2% م. وتم توحيد الجالية اليهودية تحت القيادة الصهيونية م. من قبل هايدرش عام 1935 عنوة م. كانت الأغلبية تم عملية صحينة اليهود في ألمانيا بمساعدة المؤسسه النازيه الالمانيه اللي م. وضعت 182 مليون مارك امبراطوري م. تحت تصرف المنظمه الصهيونيه العالميه لبناء الاقتصاد في فلسطين. طيب انا عندي فقط ثلاث اسئله تفضل مختصره جدا بعد 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 كل هذا لازلت لم تسال تفضل باسئلتك يا اخ في المستقبل في المستقبل انهم انهم يطرحوا للنقاش اولا تفضل تفضل اول شيء السؤال الأول إنه المخط حول البنية العضوية اللي تربط الشركات الاحتكارية وخاصة شركات إنتاج الأسلحة المهيمنة في إسرائيل م. بالشركات الاحتكارية في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه نحن نتكلم خلاص خلاص بس أرجوك يا أخ سعيد سؤالك فقط بدون شرح، السؤال الثاني <applause> سؤالك الثاني <applause> السؤال الثاني <applause> انه حول كيف نجحت الصهيونيه م. في اجتثاث الوجود وجود اليهود العربي بالقوه في بغداد قاموا بالقاء القنابل على المعابد اليهوديه من اجل جلب المواطنين العرب يهود الديانه كايدي عامله رخيصه للعمل في الشركات الاحتكاريه الصهيونيه في فلسطين سؤالك الثالث لم يطرح لم يطرح هذا السؤال لغايه الان سؤالك الثالث ف... يا اخ سعيد السؤال هل هل يشكل خطر صحينة اليهود هل يقل هذا الخطر عن خطر تفشي النازية في الكنيسة المسيحية في أوروبا؟ شكرا لك أخ سعيد دودين من برلين دكتور عدنان من لندن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أحب أوجه سؤال للدكتور عبد الوهاب تفضل يا سيدي هناك علاقة وثيقة بين الصهيونية كحركة سياسية وبين الماسونية أحب أسأل الدكتور هل عنده معلومات عن طبيعة هذه العلاقة وإذا كان هيك علاقة وثيقة كيف نبرر بعض أنه انتماء بعض المسؤولين وحتى الرؤساء في الدول العربية إلى الحركة الماسونية سؤال مهم جدا شكرا جزيلا لك أرجو أن نبدأ بالسؤال الأخير يا دكتور نعم يعني أنا توفرت على دراسة هذا م. العلاقة الصهيونية بالماسونية م. لم اجد دلائل على هذه العلاقه فيوجد م. اولا كما يوجد يهوديات فيوجد ايضا ماسونيات م. مختلفه م. والمساله تختلف من وطن عربي الى اخر فمثلا يبدو لها وضع خاص جدا في تركيا آه كثير من من يسموا بالماسونيين آه هم في واقع الامر قد دخلوا الماسونيه لاسباب معاديه للاستعمار فمثلا آه في مصر وجدنا ان كثير ممن دخلوا الحركه الماسونيه دخلوا فيها ليستفيدوا من وضع الماسونيه الغربي في ان هو اعضاء الجاليات الغربيه كان لهم حقوق غير متوفره للشعب المصري فبالتالي كثير من دعاه حركات التحرر الوطني كانوا ينضمون للماسونيه في في الماسونيه مثلا في المانيا منعوا من دخول اليهود الماسونيه اليهوديه الارثوذكسيه تحرم الماسونيه مم. فكما نرى ان المساله يعني مركبه جدا ما نقدرش نقول ان في علاقه او نقدر نبسط او نفكك كما انت قائم على مذهب التفكيك انا هنا التفكيك يؤدي بي الى ان ارى ماسونيات عديده ويهوديات عديده ويجب علينا دراسه كل حاله في ظروفها ويجب الا نعمم في حاله الماسونيه لكن الماسونيه بادنى درجه لها واعلى درجه لها كيف تراها؟ لا توجد وحده فمثلا الماسونيه في فرنسا مختلفه تماما يعني هل يوجد ماسونيه خيره يعني تساعد الناس كما هو ظاهر في مناهج الماسونيه او مبادئها او الترويج لها؟ في بعض المراحل فاعتقد مثلا الماسونيه في علاقتها بحركات التحرر الوطني كانت مثلا الماسونيه الايطاليه والفرنسيه تساعد قيادات الحركات الوطنيه في البلاد المستعمرة من قبل انجلترا، بطبيعة الحال كان هنا صراع بين الصراع مثلا الـ 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 الاستعمار الايطالي والفرنسي في مقابل الاستعمار الانجليزي، هم. لكن كما هو الحال في العالم الثالث دائما نستفيد من الصراعات بين الاستعمارات المختلفة، فما اقوله ان هناك شائعات تتردد وما اطلبه من ممن يروج لمثل هذه الشائعات ان يدرس المساله ان يجتهد قليلا لياتي بالحقائق لان هناك اسئله كثيره يعني انا لا اقول انا اجبت على كل الاسئله طب انت بعد 26 عاما الم تجد علاقه مباشره بين الصهيونيه واليهوديه الا شخص. يوجد اتفاق الا يوجد تعاون الا يوجد يعني اي شكل من اشكال الترتيب حتى بين الحركتين لا لا اجد هذا اجد منظومه جديده دكتور هذا الطرح الكثير يؤكد على ان الماسونيه هي وليده للحركه الصهيونيه وهي تخدم اهدافها بكل اشكال الماسونيه عليهم ان ياتوا بالدلائل يعني انت لم تجد دليل حتى الان يعني تمام تمام مثل البروتوكولات الجميع يردد البروتوكولات هم لكن لو قرات البروتوكولات اي تحليل للنص بدون اي دراسه ستكتشف على الفور ان كاتبها لا يمكن ان يكون يهودي عندي سؤال من مبارك الحشاش من الكويت يقول صدرت انه قرا البروتوكولات في السبعينات وانه وجد فيها هل يمكن ان تفسر لنا الى اي حد تقف يعني تقف الصهيونيه لتحقيق اهدافها خاصه نحن الان في وضع يختلف عن السبعينات هو بيقصد بسؤاله ان البروتوكولات في الوقت الذي صدرت فيه لتحقيق اهداف للصهيونيه وغيرها كما هو شائع عند الكثيرين هل تتفق مع الوضع القائم الان انا يعني مساله اولا هي كتبت باللغه الروسيه م. ولو كانت وثيقه سريه كما يزعمون م. كان يمكن الحاخام الذي كتبها ان يكتبها باليديشيه وهي لغه كانت غير معروفه او بالأرامي م. التي لا يقراها الا المتخصصون لماذا كتبت بالروسيه في الواقع كثير من يهود روسيا في ذلك الوقت كانوا لا يعرفون الروسيه م. ولذلك كان هناك عمليه تسمى الترويس راسيفيكيشن اي تعليمهم اللغه الروسيه الى جانب انه لا يوجد اشاره واحده للدين اليهودي في داخل البروتوكولات الا لداود وسليمان ويمكن ان تكون مصادرها مسيحيه انجيليه ويوجد هناك اشاره لاله فيشنو ثم اطرح السؤال الثاني ان كانت هناك مؤامره يهوديه فلما يكلف الحاخام نفسه ان يقول اننا فعلنا كذا في الماضي وسنفعل كذا في الحاضر في المستقبل بل لماذا يكلف خاطره اليس الا يخاطب حاخامات مثله اشرار وذئاب مثله فل البروتوكولات هذه وثيقه ساذجه للغايه وقد وجد العقل العربي فيها تفسير للهزيمه بمعنى اننا هزمنا وهزمنا من عدو ليس مهولا لهذه الدرجه فكيف يمكن ان نبرر حاله الهزيمه عندنا ان ندعي ان هذا العدو عنده قوة شيطانية بحيث أن نقول اذهب ربك حريبا إن هنا قاعدون عندي سؤال من محمد شريف من لندن يقول لك هل تجد مبرر في أن تخوف العرب والصهاين أن آه تخوف العرب في بداية القرن العشرين هل هل تجدون مبررا في تخوف العرب في بداية القرن العشرين من الصهاينة وليس من اليهود كأصحاب ديانة سماوية رغم أن هذا المفهوم تغير حيث ثبت أن اليهود الحقيقي هو أخطر بكثير على العربي والمسلم من الصهيوني أولا يعني كما أقول من هو اليهود الحقيقي هذا؟ هل هو يهودي امريكا ام يهودي روسيا ام يهودي اثيوبيا؟ م. يعني مساله اليهود الحقيقي بيفترض وجود جوهر ما هو غير موجود. م. يوجد اقليات وجماعات يهوديه مختلفه لكل مصالحها وديناميتها. الاقليه او الجماعه اليهوديه في الولايات المتحده وقويه وعندها لوبي قوي والديمقراطيه الامريكيه ديمقراطيه مبنيه على جماعه الضغط فهم يلعبون دور داخل الاستراتيجيه الامريكيه الكليه، بينما يهود اثيوبيا مثلا ليس عندهم مثل هذه القوه او يهود جنوب افريقيا. سؤال ايضا اخر يقول هل تجاهلت عن قصد ذكر عند عند الحديث عن المستوطنات وتفكيكها، الحديث عن احتلال الاوروبيين للولايات المتحده واختفاء العنصر صاحب الارض من الهنود الحمر، هل يمكن ان يحدث هذا في فلسطين؟ يعني انا بجد انه جميع التجارب الاستيطانيه الاحلاليه التي نجحت نجحت بسبب انها قامت باباده السكان الاصليين. م. لم تنجح الصهيونيه في اباده الفلسطينيين لاسباب كثيره. من ضمن هذه الاسباب ان المشروع الصهيوني بدا في اواخر القرن التاسع عشر حينما بدا العالم ينفتح. ثانيا ان الشعب الفلسطيني لم يكن شعبا بسيطا يمكن القضاء عليه كما فعل الانسان الابيض في الولايات المتحده. ثالثا الشعب الفلسطيني يؤيده كتله بشريه ضخمه من حوله هي الشعب العربي. رغم تقاعس بعض النظم لكن هناك هذا الزخم. الشعب الفلسطيني ايضا شعب متعلم ومقاوم ومنظم. <applause> فكل هذه فوت الفرق قد فوت كل هذه العناصر فوتت الفرصه على الاسرائيليين بحيث انه حل الاباده اصبح غير مطروح بالنسبه للاسرائيليين ومن ثم لا نعرف اي تجربه استيطانيه احلاليه نجحت بدون اباده السكان الاصليين. حنان جاد من الشارقه مساء الخير انا مساء الخير انا كتبت كتبت خبر عن قرب صدور الموسوعه في غضون شهر وصدرت بالفعل الموسوعه بعد ست سنين. حضرتك صحفيه؟ صحفيه. م. وصدرت الموسوعه بعد ست سنين كانت ساعه دكتور عبد الوهاب مؤخره شويه. م. عندي سؤالين اتفضلي. السؤال الاول ايه هي الجهه البحثيه اللي مولت مشروع 25 سنه من من البحث وثمان مجلدات ثمان مجلدات. نعم. السؤال الثاني انه يعني كان هناك وعد انه الموسوعه تتجاوز مساله مراكمه المعلومات عشان تقدم منهج في مشروع للمواجهه او الجهاد، هل ممكن القاء الضوء على هذا المشروع؟ شكرا, شكرا ليكي حنان جد، جمال محمد من السعوديه. ياسر رضوان من ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله. السلام أنا أشكرك أستاذ أحمد على البرامج بتاعتك الشيقة اللي بتقولها من الألف للياء بصراحة شكرا جزيلا لك وبصراحة نتمنى لك دوام التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا لك تفضل سؤالي لل... شكرا طبعا للدكتور عبد الوهاب على العمل اللي عمله هم. وأنا عايز أوجه وأديلك وأ... أ... أ... أقول لك فكرة كبيرة جدا على اللي أنت بتقوله اللي حضرتك هيغير تفكير جديد واسلوب جديد للتعامل وخصوصا مع القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه. مم. الوضع اللي موجود يا دكتور عبد الوهاب انه في سلام قائم مم. والسلام لابد ان احنا يعني نكون معاه في صوره في سلام زي ما يعني كلمه في معنى بمعنى الكلم مم. لكن الواضح الاساسي من الموجود من البلد وخصوصا اسرائيل وتغيير حكومات وحكومات رايحه وحكومات جايه و... نعم. وصراع وصراع ما بين متاسف بتكلم بالعاميه انا بكلمك من لا اتفضل إيه... عايز اقول لحضرتك ان انا عايش هنا في ايطاليا وبنشوف اسلوب غير عادي جدا والبلد نفسها الايطاليين مش واخدين عليه اصلا مم. وهو ان تجدد الحركات التجديد في الديانات زي ما بيقولوا زي حركة الدين الجاي اللي بيقولوا عليها وحركات جديدة من ال من, من الأسلوب المسيحي نعم no. واللي سمعته من بعض من أعضاء أن هذا تجديد للي للي للتعاون ما بين اليهودية والمسيحية في نفس الوقت إيه الشيء اللي بيحز في نفسي أو بيأثر في, في داخلي كأني إن إنسان عربي أو إنسان مسلم إلى أي درجة إحنا وصلنا إلى أي درجة وصلنا من التفكك انا متشكر جدا على اللي انت قدمته والموسوعه اللي حضرتك قدمتها انك توضح لنا وجهه نظر ويا ريت نقول ما نقولش انها وجهه نظر نوضح لنا انها حقيقه نعم انا بكلمك بكل الامي وبكل جروحي الداخليه اللي جوايا شكرا لك يا اخي شكرا لك حسن ابو بكر من النمسا اخ حسن الو حسن ابو بكر اتفضل يا سيدي ايوه عايز اقول للدكتور مسيري امم لأن طرد السكان الأصليين من بلدهم في أي مكان في العالم ظلم وجور ولا يمكن لدولة أن تصادر أراضي السكان الأصليين تقول أنها دولة ديمقراطية ما رأي الدكتور في أرض النوبة وحجة الاستثمارات فيها وفي محل الأجانب الإقامة فيها وفي نفس الوقت ترفض إقامة الإنسان الموضي في أرض أجداده بسبب العراق الأفريقية التي ينتسبون إليها وما رأي الدكتور في حكايه ارض تشكل النوبيه الدنيا كلها تعرف انها ارض نوبيه حكومه مصر ترفض بل تصادر هذه الاراضي لصالح هي النوبي أليس هي حسن سجاجة هذا سجاجة سجاجة هذا أجل سؤال أجل. خارج حسن, أجل حسن أجل. اسمح لي هذا سؤال خارج موضوع الحلقه نحن نتحدث عن الحركه الصهيونيه ومستقبل الدوله اليوم الدكتور عبد الوهاب الجهات البحثيه او الجهات المموله للابحاث عاده ما كلها لها تاثيرها على توجهات الموسوعات والاشياء التي تنشا ومن المؤكد ان الذين وقفوا وراء تمويل هذه الموسوعه كان لهم تأثير على هذه التوجهات نعم يعني كانت زوجتي مثلا وراء هذا الموضوع لأن الحزن الحظ آه ولسوءه آه لم أجد ممول لأنه لا يوجد مؤسسة بحثية على ما أعتقد يمكن أن تمول عمل يستمر من أين عشت 25 سنة أو 26 سنة اسمح لي عفوا بالسؤال يعني <applause> يعني آه لأن هناك تشكيك أنت الآن يعني تأخذ توجه معادي للحركة الصهيونية فمن المؤكد ان هناك جهاد معاديه للحركه الصهيونيه ان تقف وراء عمل مثل هذا وان كان هذا سؤال يعني سيكون محل تشكيك من بعض الناس ارجو اجابه واضحه عليه لو سمحت يعني عبر 25 سنه انا عملت في الولايات المتحده وعملت في المملكه العربيه السعوديه ثم يعني يعني كان لك مواردك الانفاق الله بيكرم كما يقول منه. ف يعني تكل كان عندي مثلا يعني لم يكن هناك اي جهه تقف وراء دعم يعني دعم. هناك بعض الاصدقاء في الواقع م. ساعدوني بزخاء شديد بمعنى انا تفر عام 1900 يعني هذا هذا الطرح عفوا وهذه الموسوعه عباره عن نتاج شخصي بحت الى حد كبير مم. يعني الأصدقاء الذين قاموا بتمويل هؤلاء استطعت مثلا ان استقيل من كل اعمالي مده ما يقرب من تسعه اعوام واتفرغ للعمليه البحثيه بحيث انه كان مستحيل ان انا استمر فيها بدون هذه العمليه البحثيه وهناك في نهايه الامر مع الناشر الذي خاطر بامواله انا عندي اسئله كثيره جدا حوالي سبعة 8 اسئله بتسال عن الموسوعه وكيفيه الحصول عليها لا وهي حديثه الصدور واحنا لا نريد ان ندخل في اطار الدعايه لانها ليست ضمن الاشياء ولكن استجابه لبعض اسئله المشاهدين ايضا نعم. الذين يسالون بإجاز ايه الموسوعه من. صدرت منذ اسبوعين في القاهره عن دار الشروق م. واحب ان انوه هنا بدار الشروق وهذه ليس من قبيل الدعايه وانما لانه لا يوجد ناشر في العالم العربي يخاطر بامواله ويستثمرها في موسوعه من ثمانية مجلدات لان بيع الموسوعات شيء بطيء للغايه فيعني بارك الله فيه لمجهود هذه واقوم ايضا بمحاولات فمثلا انا نائب جماعه انصار جماعة القدس وهذه جماعه تحاول مناصره جامعة القدس العربية بحيث أنه هو لا, يوم لا ينسحب الوجود العربي من القدس وأرجو نعم. أنه برضو من خلال هذه الجمعية أن أتمكن من تصريف بعض السلام محمد كاظم محمد كاظم من, القد... من لندن محمد محمد كاظم يبدو أن الخط انقطع في عبد الكريم السلام عليكم محمد كاظم ألو السلام عليكم يا علي. عليكم السلام تفضل يا سيدي شكرا بدايه للاستاذ احمد ويعني هذه بدايه موفقه حقيقه في هذا البرنامج الجديد شكرا جزيلا لك ونبارك للاستاذ عبد الوهاب هذا الانجاز العلمي العظيم الحقيقه م. الذي نعتقد انه سيكون سلاح مهم جدا لان سلاح المعرفه معرفه العدو امر مهم جدا في التعامل معه م. لدي الحقيقه سؤالين تفضل الدكتور السيد. الدكتور قال ان الفكر الصهيوني نشا من افكار غير اليهود، مجموعه من المفكرين غير اليهود. مم. ألا يرى الدكتور ان الديانه اليهوديه، التوراه والتلمود على وجه التحديد، تساعد على ايجاد الفكر العنصري التفوقي؟ مم. والسؤال الاخر الحقيقه هو نحن نلاحظ ان المجتمعات الغربيه جميعا تكره اليهود. <applause> هو الغربيون لا يصرحون بذلك ولكن <applause> في حقيقه الامر اذا يعني تحدثت مع اي غربي تجد منه الكره الشديد لليهود <applause> آآ آآ يعني اي اي كلمه معه تجد انه بشكل عام آآ يكره آآ اليهود <applause> السؤال هو في الحقيقه هل هناك اي احتمال لتغيير هذه النفسيه اليهوديه لان اعتقد انها هي سبب كره الغربيين لليهود هل هناك احتمال لتغير هذه العقليه او النفسيه العنصريه التفوقيه في المستقبل للحقيقه يعني الرد على اطروحات القائلين بامكانيه التعايش سؤالك سؤال هام للغايه وهو يمكن ايضا ان ينطبق على موضوع الـ الـ يعني هل هناك امكانيه ليحدث ليصبح هناك تعايش عربي صهيوني او عربي اسرائيلي اخذ الاخ محمد الاخ عفيف عبد الكريم من روما السلام عفيف عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مش حاب اطول معلش بحكي بلعني. سؤالي ما يلي تفضل بوجه للدكتور الا تعتقد انه الاساليب المسبقه للمخططات الصهيونيه بتم صهينه العرب نفسهم يعني بطريقه باسلوب نفسي مثلا بيطرحوا راح يصادروا المسجد الاقصى وراح يعملوا كذا يعني هي الجرعه الاولى لمخططاتهم هذا سؤال نعم شكرا شكرا جزيلا دكتور عندي عندي سؤالين الان الا يمكن ان تتغير العقليه اليهوديه بحيث انها تتعايش وتغير هذه الكراهيه التي كما يقول انهم يتمتعون بكراهيه ايضا في الغرب ليسوا في المنطقه وحدها بحيث انها تتعايش مع الاخرين ام انها مبنيه على ان تكون هكذا وعلى ان تثير كراهيه الاخرين ضدها اولا انا لا اعتقد ان هناك ما يسمى بالشخصيه اليهوديه مم. هناك شخصيات يهوديه آه نابعه من تشكيلات معينه مم. ونفس الشيء بينطبق على العبقريه اليهوديه والجريمه اليهوديه آه عبقريه اليهودي ليست تك لا تكمن في يهوديته واجرام اليهودي لا تكمن ايضا في يهوديته. بمعنى ان مقوله الشخصيه اليهوديه والشعب اليهودي والعبقريه اليهوديه والجريمه اليهوديه هذه جار... مفاهيم كلها تستند الى مفهوم الوحده الصهيوني الذي هو ايضا مفهوم م. معادل للساميه. وخطوره مثل هذا الموقف او مثل هذه الرؤيه انها تجعل من الصعب علينا فهم اي شيء. إيه تجعل من الصعب علينا مثلا فهم سلوك بلد زي شبه جزيرة السويد والنرويج التي لا يوجد فيها يهود تقريبا مثلا يصعب علينا فهم واحد زي أوليفر كرومويل الذي طلب بتوطين اليهود في انجلترا رغم انه كان لا يوجد يهود، هل كان هو اللوبي اليهودي؟ يجب ان نفهم المساله في اطارها الاستراتيجي الحضاري الاوسع ومن ثم سنبدا في فهمها لا كما أقول يجب أن ننظر لليهود من الداخل وإنما يجب أن ننظر لهم أيضا من الخارج لطالما ننظر لليهود من الداخل فقد وقعنا في الرؤية الصهيونية ووقعنا أيضا في الرؤية العنصرية هل هذا السؤال اللي عفيف ذكره من أن بيتم صهيانة العرب من خلال تقديم رؤية اليهود من الداخل لهم؟ صهيانة العرب بمعنى أن احنا بندخل معهم في عملية سلام أنا بعتقد قد أوافق على هذا لأن وجدت أن الخطاب الصهيوني م. قد صادر كلمات مثل السلام والحوار فيقولون هل أنت مع السلام أو ضده أقول أنا مع السلام العادل السلام الذي يعيد للفلسطينيين أرضه أنا ضد من دعاة الحرب لا هذا المعنى ويقولون أنت مع الحوار أو ضده أقول أنا مستعد أدخل في حوار مع من يتفق معي في الحقوق الأساسية للإنسان أن من حق الفلسطيني العودة لوطنه. وهناك قرارات في هذه الأمم بهذا آه لكن انفجر الحوار آه العادي هناك ايضا الحوار النقدي م. وبعتقد ان موسوعتي هي مساهمه في هذا الحوار النقدي بمعنى انني اتحاور مع الصهاينه من خلال توضيح رؤيتي لل... 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 للاوهام الصهيونيه للعنصريه الصهيونيه انا عايز اسالك هنا عن قضيه الحوار انت تحاورت مع رئيس الإسرائيلي الاسبق آه آه. مرتين في الولايات المتحده نعم. آه الرئيس الاسرائيلي حايم هيرتزوك, حي... حيم هيرتزوك. نعم. نعم مرتين في الولايات المتحده عندما كان رئيسا لبعثه اسرائيل في الامم المتحده نعم وكانت مناظرتك مع امام التلفزيون الامريكي وربما شاهدها الامريكان دكتور على اي الاشياء يستند الصهاينه في تقديم رؤيتهم وعلى اي الاشياء انت استندت في نقد هذا المفهوم بايجاز في نهايه الامر الصهاينه مهما داروا ولفوا يقولون انها ارض بلا شعب لشعب بلا ارض فاقول ان من الواضح ان هذه الارض لها شعب وهو الشعب الفلسطيني واتي بالادله من بينها الانتفاضه الان لان انا بعتقد ان الانتفاضه هي شكل من اشكال الحوار المسلح انك انت بترسل رساله الى العدو يعني انت ما بتعتقدش الحوار هو الجلوس على موائد المفاوضات وإنه هناك اشكال احد اشكال ما هي الاشكال الاخرى التي كما قلت الحوار هو والحوار المسلح مم. بعتقد ان حزب الله يحاور اسرائيل ايضا لان اسرائيل تدعي ان هذه ليست ارض لبنانيه فحزب الله يبين لهم ان هذه ارض لبنانيه وذلك عن طريق اطلاق النار عليهم الفلسطينيين عن طريق القاء الحجاره والعمليات الاستشهاديه المختلفه هذا شكل من اشكال الحوار يجب الا نسمح للصهاينه بان يصادروا مصطلحات مثل السلام والحوار فنحن مع السلام العادل نحن مع هو مفهوم الحوار السلام ما هو مفهوم السلام العادل لديك هو مفهوم الدولي ايضا وهو السلام الذي يعيد لاصحاب الارض لاصحابها ارض 67 ولا ارض 48 ولا ارض اسلو ولا اي ارض انا يعني. انا من رايي انا ان هناك قررت هيئه الامم تطالب اسرائيل بعوده الفلسطينيين في الواقع لم يسمح لاسرائيل بدخول المنظمه الدوليه الا بعد ان وافقت على عوده الفلسطينيين بمعنى ان هذا مشروط بهذا إيه لكن ل... انت ايضا تدعو الى تفكيك اسرائيل لانها دوله استيطانيه وتدعو الى تفكيكها ايضا كما فككت جنوب افريقيا كيف يتوافق هذا السلام العادل مع عمليه التفكيك تفكيك دوله عنصريه نحن كلنا مع تفكيك الدول العنصريه لم يبكي لم يذرف احد الدمع على الجيب الاستيطاني في الجزائر لم يذرف احد الدمع على الجيب الاستيطاني في جنوب افريقيا لكن هذا لا يعني قتل البشر انا ضد قتل البشر انا ضد الحرب كما اقول سعيد الحسن من المغرب مرحبا اخ احمد احنا نهنئ القناه ونهنئك على هذه البدايه الموفقه حياك الله يا اخي شكرا جزيلا لتقديم مفكرنا الكبير الحقيقه شكرا انا لا لي. اريد ان اوجه سؤال انما نداء الحقيقه للاستاذ المسيري نداء الحقيقه نابع من الاهتمام والفرح والقلق ايضا ليشعر به كثيرون ممن تابعوا جهود المسيري في عمل الموسوعه. م. الفرح سببه ليس فقط موسوعيه جهد المسيري انما ايضا البعد المعرفي والنافذ لهذه الموسوعه م. اللي يجعلها بناء رصين حقيقه فيما يمكن تسميته بعلم اجتماع معرفه عربي او اسلامي. دراسته الصهيونية بينت في رايي ربط صحيح طبيعه العداء والتناقض المحتوم بين الصهيونيه والحضاره العربيه والقيم الاسلاميه. ليس المفهوم التامري الشائع انما الغوص في طبيعه الصهيونيه وبانها شكل فج من المنظومه المعرفيه المغربيه، اما القلق الغربيه. اما القلق الحقيقه فسببه ان تنوء جهود المسيري وطاقته الكبيره كفرد بالاعباء لتواجه تواجه اصدار الموسوعه فنيا وماليا، الموسوعه صدرت. لكن من اطلع على الجهد على المجلد السابع من الموسوعه حول اسرائيل يلحظ انه في عناوين كثيره جدا اكثر من 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 انه مداخل وهذا يعكس استجابه ورضوخ الاستاذ المسيري في النهايه لاصدقائه وممن تابعوا عمله في انه لا يتوسع كثيرا يعني هل كنت, كنت تتابع يا اخ سعيد هل انت الموسوعه لا صادره يعني عمرها اسبوعين كما قال الدكتور انا بمسودتها اخ احمد حتى المسوده سرحت الفرصه للمتابعه نعم من سنوات نعم. الحقيقه طيب القلق ايضا بايجاز لو سمحت يا اخ سعيد لا اطيل عليك اخ احمد ساختصر الان انا اطلب من الاستاذ المسيري انه يتفق مع مجموعه من اصدقائه ومعارفه وتلاميذه ليشكلوا لجنه اولا للتوسع في المجلد السابع كما كان يريد اصلا واصداره بموسوعه مستقله ومتابعه ايضا موسوعته المعرفيه الفلسفيه حول العلمانيه طيب وتوجيه نداء لتوفير التمويل اللازم لهذا يا اخ سعيد شكرا جزيلا شو اشكرك لا لان آه لدي, طيب. لدي مشاهدين اخرين ينتظرون على التليفون طيب باجازه دكتور لو سمحت نعم باجازه شديد في الواقع بسبب التهديدات اللي كانت تصلني كنت ارسل بنسخ من الموسوعه كل يعني كل نسخه ارسل بها لعده اماكن لحفظها يعني فيبدو ان الاستاذ سعيد قد اطلع عليها لا في لا من خلال انك تحفظها لا. متحت مقلد من الامارات الو مساء الخير مساك الله بالخير انا معلش يمكن اكون قاسي شويه مع الدكتور المسيري لانه بعض الحاجات اللي قدمها في كتابه اليد الخفيه خطيره جدا مم. وانا شايف انه في بعض المثقفين بينوقوا فكره نظريه المؤامره مم. والغريب فيهم أن يقول لك بلاش التعميم ولكن يعمموا حينما يكون الأمر متعلقا بالأوروبيين والاستعمار مم. فالأستاذ المثيري هنا في نفس البرنامج ده قال لك الاستعمار والغربيين عاوزين <applause> يستولوا على المصادر الطاقة فيعني بنفس المفهوم أولا الأوروبيين دول ما هماش واحدة واحدة أو الغربيين هنا مم. نعمم ونصر على التعميم ونيجي على الصهيونية ونحاول أن نبرئها من فكرة المعامرة ويتخذ من موضوع بروتوكولات حكماء صهيون <applause> وإثبات أنه هو قد يكون وثيقة مزورة ولو إن ده لسه برضه مش ثابت أنا قريت كتابه اليد الخفية بعناية شديدة جدا مم. ودي مسألة خطيرة وهو بيقول انه احنا مش عاوزين نقول ان دول عندهم مؤامره لانه ده بيهول من العدو بتاعنا فما نقدرش نقاومه واحنا كمان لما نقلل من قيمه العدو ما نعرفش القوم فاللي انا عاوز اقول للدكتور انا قلت الكلام ده مره في حديث للبريتش بي بي سي مم. على التلفزيون انه وان كانت البروتوكولات مزوره فان ما حدث منذ ان صدرت البروتوكولات وعرفت يثبت أن كل ما قيل فيها حقيقة سواء كان حد كتبها بنوع من البروفسي أو التنبؤ نعم وإن اليهود تبنوها وحققوها that's beside the point يعني ده, ده مش مش المشكلة مش المشكلة إن الوثيقة مزورة ولا مش مزورة المشكلة أنهم يحققون كل ما جاء فيها وفي سنة 80 نشرت الجيروسالم بوست خطة صهيونية لتقسيم العراق <applause> وخطة لقسم مصر الي دولتين دولة مسيحية في الجنوب ودولة اسلامية في الشمال صحيح. وهذا يحدث قدام عينينا ونحن نتغاضى عن هذه الاشياء ونقعد نبرئ اليهود ليه ده حساب مين طرحك يا استاذ مدحت طرحك رائع جدا وممتاز وربما هناك ايضا كل من يناقض طرح الدكتور المسيري الدكتور المسيري كل من يناقض طرحك يطرح والاستاذ مدحت انا تركت له المجال لانه وضح وجهه النظر الاخرى بالنسبه لاطروحاتك بشكل جيد والان انت متهم بالتناقض في الطرح انت تعمم بالنسبه للغرب وتخصص بالنسبه للصيونيه وتقلل من شان الصيونيه وتلغي نظريه المؤامره بايجاز أنت ربما رددت قبل ذلك ولكن ما هو ردك على هذا الطرح الذي أوضحه الأستاذ متحد بشكل كبير؟ أولا التعميم دي صفة إنسانية في الخطاب بمعنى أن لابد أن نعمم وأنا أعمم عن الصهاينة حينما نتحدث عن الإجماع الصهيوني هذا شكل من أشكال التعميم فلا بد من التعميم ان اردنا ان نتحاور لكن يجب الا يعمينا التعميم عن رؤيه الواقع فحينما نتحدث عن اليهود والسلام وان اليهود زي الصهاينه زي الاسرائيليين هذا تعميم يعمينا عن نتوء الواقع وتعرجاته المختلفه نظريه المؤامره مشكلتها الكبرى انها شكل من اشكال التعميم هذا انها تتحدث عن اليهود والسلام تتحدث عن المؤامره اليهوديه التي قد حاكها اليهود منذ قديم الدهر لكن هي تحقق ما احنا بنراها امام اعيننا طيب. نيتشا وداروين اللي هم عمد الفلسفه الغربيه الحديثه كلاهما غير يهودي م. بمعنى المنظومه النيتشويه التي خرج من تحتها كثير من فلاسفه الغرب المحدثين نيتشا غير يهودي في الواقع كان يكره اليهود داروين ايضا في الواقع داروين بقى كان مسيحي مؤمن ويذهب الى الكنيسه كل يوم احد فكما نرى ان ما ان ما ظهر في العالم هو منظومه اعتقد انها متوحشه تفترس الانسان بما في ذلك الانسان الغربي حتى لا اتهم بان انا ضد الغرب بتفترس البشر بما في ذلك الانسان الغربي وما حدث في الواقع في البروتوكولات ان الذي كتبها شاهد المجتمع الغربي وقد بدأ يتآكل. هم. فطبيعة الكيان الشعبي أنه غير قادر على التعامل مع الظواهر المركبة، فيبسطها ويقول اليهود هم السبب. لكن حينما نقرأ البروتوكولات في الواقع نجد وصفا دقيقا للمجتمعات الغربية في بداية القرن العشرين. هذا الوصف الدقيق أنا أتفق معه. من مثلا انتشار الإباحية، هم. أنا أجد أن فعلا الإباحية بتنتشر ولعل كاتب البروتوكولات لو جاء الآن لحمد الله. ان هو قد مات قبل ذلك التاريخ لان الاباحيه منتشره يعني فيها. ممكن ان تكون البروتوكولات هي قراءه للواقع ومحاوله لصياغته بشكل ما وتقديمها على انها مخطط يجب تنفيذه يعني هي قراءه للواقع ولكن علق على شماعة اليهود بدل أن نفهم ما يحدث الآن في العالم الغربي وهذا حقيقة. ليس اتهام للغرب م. وإنما هو محاولة لقراءة منظومة الحداثة التي دخلنا نحن فيها أيضا بمعنى ما الإباحية بدأت تنتشر في العالم العربي النتشوية بدأت تبقى منظومة عند معظم الناس بمعنى أنه أنا لا أتهم دكتور بقي دقيقة بقي دقيقة واحدة ما هي رؤيتك الآن لطبيعة الصراع العربي الصهيوني في هذه المرحلة؟ أعتقد أه بعتقد أنه الصراع سيستمر لأن ما يطرح الآن أنه سلام هو سلام ظالم فبمعنى أنها هدنة مؤقتة لأن الشعب الفلسطيني موجود ولا يريد أن يختفي والحمد لله ويناضل من أجل حقوقه لكن هناك اتفاقية سلام وقعها حتى الفلسطينيين هي اتفاقية هدنة لأن لابد للسلام أن يكون لكي يكون السلام دائم لابد وأن يكون عادل هذا ما يعرفه الفلسطينيون هذا ما يعرفه العرب هذا ما يعرفه الإسرائيليون هذا ما يعرفه الولايات المتحدة فما يحدث الآن هو هدنة مؤقتة لا أكثر أقل وعندنا مثلا اتفاقية الخليل نفذت اتفاقية الخليل وقسم الخليل بين 400 مستوطن صهيوني و ألف فلسطيني لكن هذه قسمة لا يقبلها أحد وحينما تشاهد التلفزيون الإسرائيلي تعرف أن حالة الحرب لا تزال قائمة في الخليل أنت ترفض نظرية المؤامرة لكن طوال الفترة الماضية ألم تتعرض لمؤامرات من اليهود؟ ليست مؤامرات وإنما مخططات بمعنى حينما أنا أتفق بالمناسبة مع كثير مما يقوله دعاة المؤامرة عن المستوطنين المذابح والموسوعة مليئة بالحديث عن هذه المذابح لكن هذا جزء من مخطط وليس المخطط بطبيعته يمكنك فهمه ويمكنك تفسيره ويمكنك الحرب ضده أما المؤامرة فهي تتم في الغرف المغلقة ولا يمكن الحرب ضدها مثلا مذبحة صبرة وشتيلة أنا بجد أنها جزء من الرؤية ال استيطانيه الصهيونيه تمام لا تختلف ابدا. هل تتوقع ان تثير يعني هذه الموسوعه زوبعه في الفكر العربي تجاه الرؤيه الصهيونيه؟ أرجو, ارجو هذا ارجو هذا حتى يمكننا ان ننظر لاسرائيل باعتبارها دوله استيطانيه احلاليه ذات ديباجات يهوديه والا نسقط في فكر التعميمي فكر المؤامره التعميمي وان ننظر الى خريطه الواقع الخصوصية أن نجتهد كي نجاهد أما أن نجاهد دون اجتهاد فهذا أمر أعتقد فيه انتحار للجميع شكرا جزيلا الدكتور عبد الوهاب المسيري كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله موضوع هام للغاية وكذلك ضيفها حتى ألقاكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله هذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله